هذا النوع من المقاطع سيكون من قسمين، الأول لفتة وفائدة عقدية، الثاني سيكون شبيها بسلسلة اسكت ونسكت. سأتناول فيه تعليقاتكم أو ما ترسلونه أو ما يروج عموما على هذه المنصة، وأتناول كل هذا بتعليق يسير ورد سريع إن شاء الله. فبسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الأول هذه المرة ثقيل. هناك فكرة يخاطب بها الشباب اليوم. تتزوجني أنا مسيحية؟ لا، مو علشانك مسيحية والله، والنعم جميع الأديان، بس أنا خطبت يا جماعة، خطبت دغري عشان اليوم. مو علشانك مسيحية والله، والنعم جميع الأديان. هذه يا إخوة نتيجة طبيعية لمن يرخي سمعه للإعلام بمختلف صوره، أغلب ذلك يغذي هذه الفكرة. فلا بد من الاستعداد جيدا. ولا عليك، فسأقرب لك الأمر. لنفرض هذه تشير إلى الأديان، أحدها التصورات فيه ناصعة البياض، حق خالص، وهذا هو الإسلام العظيم، وبعضها خليط، هو باطل لكن لا يخلو من بقايا حق، فيه أبيض وفيه الأسود، وهناك ما هو باطل محض، كل تصوراته فاسدة وباطلة والعياذ بالله. إذن هكذا هي أحوال الأديان. فما الذي يفعله البعض؟ ما الذي يفعله دعاة تقريب الأديان؟ هؤلاء يقفون خارج هذه التصورات كلها ويقولون: أتدرون ما الحل معكم يا أهل الأديان؟ أني سأتعامل معكم جميعا على السواء، صاحب الباطل وصاحب الحق هكذا على السواء متساوون. طيب أليس في هذا ظلم لصاحب الحق؟ يا دعاة التقريب، أنصفوا صاحب الدليل وأسكتوا من كان دليله ضعيفا أو معدوما، ليس هذا هو الاعتدال الحقيقي والإنصاف الحقيقي؟ هو كذلك. لكن كيف يسوق هؤلاء هذا الموقف من الأديان؟ كيف يبررون تعاملهم مع الأبيض والأسود وكأنه أبيض وأبيض؟ يلبسون نظارة المثقفين والجادين ثم يقولون لأهل الأديان بسيطة بسيطة بحركة فوتوشوبية، يقولون: أنت أبيض وأنت كذلك أبيض وأنت كذلك، لا تزعل، لونك أبيض، انظروا انظروا لونكم واحد، فلماذا التفريق؟ كلها وجهات نظر معتبرة، فالأمر محير عندنا، وكلكم مصدق ومحترم، وإن شئتم يا أهل الأديان قولوا كلها طرق إلى الله صحيحة، ولا داعي للتخطئة والتصحيح أو النقاش والمناظرات التي بينكم. يعني باختصار، ينطلق هؤلاء من كون أدلة أهل الأديان متساوية في القوة، متكافئة، لا يعلو بعضها على بعض، فكلها بعدها من الحقيقة نفس المسافة، لا يوجد دين أحق من دين، وهذا باعتبار أن الدلائل التي يقدمها كل دين لا تقوى على حسم النزاع، وليس فيها من البيان ما يقيم الحجة على المخالف ويكون هدى ونور، هي كلها سواء عندهم كما سبق. ودراسة الأدلة شيء زهدوا فيه ولا يلتفتون إليه أصلا، ولذلك أخ التوحيد دائما ما تراهم يصيحون: هذا الإسلام دين تعصب لأنه يحتكر الحقيقة. دائما يقولون: لا يعجبنا دينكم لأنه يتعامل أنه على الحق المبين وغيره على الباطل. على هذا دائما يدندنون. هكذا يترك دين الإسلام، دين الحق والبراهين، هكذا يتم ازدراء المناقشات الدينية والمناظرات وأي مناصحة بين الأطراف. دعاة التقريب هؤلاء يعدون كل هذا مضيعة للوقت، وأيضا كل تلك الأحكام التي تترتب على مخالفة الدليل الأقوى، هذا يعتبر عندهم تشدد وتعصب. عند هؤلاء لا يوجد أصلا دليل أقوى، عندهم الحقيقة ضائعة، الحقيقة نسبية، كأنها مسألة أذواق لا غير، ووجهات نظر كلها معتبر. وللأسف هذا السم ظهر في كثير من الأنظمة والمناهج الدراسية وغيرها، وتلمس هذا كثيرا في سلوك الشباب، خاصة في موقفهم من غير المسلمين. وأخ التوحيد، فلنسمي هذه النزعة فلسفة تكافؤ الأدلة أو تساوي الأدلة أو نسبية الحق أو قل ما شئت، لكنها بهذا المعنى. فإذا فهمت هذا ووعيته يا أخ التوحيد،
فاسمع الآتي فانتبه جيدا لما هو آت. بعض المنتسبين للملة غير المنتبهين لهذه الفكرة تسللت إليهم هذا الذي نسميه تكافؤ الأدلة، لا في مقابل الأديان بل داخل دائرة الإسلام في الخلاف العقدي بين الفرق. لاحظ أننا هنا نتكلم عن أشرف مسائل الدين، مفهوم التوحيد والشرك والبدعة والسنة ومسائل القدر وأفعال الله جل وعلا، وأيضا مسمى الإيمان ومسائل الأسماء والصفات ونحو ذلك. فتجد هؤلاء المتأثرين يتعاملون مع هذا الخلاف في هذه المباحث من جنس ما يتعامل العالماني مع نزاع أهل الأديان. ويا أخ التوحيد، دعنا نوضح هذا الأمر، فلنقل هذه هي الفرق الإسلامية. أحدها عقيدته بيضاء ناصعة البياض، حق خالص وهو عقيدة الصحابة ومن تبعه، والباقي كله خليط، منهم ما أخذوها عن الصحابة وهو حق، ومنه غير ذلك وهو باطل، منهم صوابه قليل ومنهم صوابه كثير وهكذا. الآن هؤلاء المتأثرون بفلسفة تكافؤ الأدلة وطريقة العلمانية بمجرد أن يجدوا شابا مؤهلا يسعى للبحث عن الصواب بين هذه الفرق، أو بمجرد أن يقفوا على جدل ونقاش بين السلفية وبين سائر الفرق من أشاعرة وجهمية وأشيعة أو قبورية وصوفية، مجرد ما يسمع بذلك مباشرة عوضا أن ينظر فينصر الحق الذي اختلف فيه الناس، أو يسكت إن لم يصل للحق فيها أو لم يكن مؤهلا لذلك، لا يفعلون هذا، بل يعتبرون الجميع مذاهب معتبرة وأقوال كلها لها نصيب من الصواب، كأن طريقتهم هذه على غرار قول القائل كلها طرق صحيحة إلى الله جل وعلا، وليس الأمر كذلك. وعند هؤلاء كذلك إذا وجد قدر من الولاء والبراء أو ترتيب كل طرف أحكام وربما عقاب على أساس هذا الخلاف العقدي، فهؤلاء المتأثرون يعتبرونها فورا من مظاهر التشدد والتعصب للأقوال. وهذا الأمر يا أخي لو تأملته فهو من جنس ما يفعله العلماني مع أهل الأديان. نعم أنا معك، إن حصل غلو في بعض هذه الأحكام وكان هناك ممارسات خاطئة فعلا فهذا مردود بلا شك، فلا تكن من الغالين، ولكن في المقابل لا تكن أيضا من الجفاه الذين أغلقوا الباب بالكلية. فهناك فرق أخي بين ضبط الباب وبين سد الباب وإيقافه بالكلية، وهذه التي تفعله فلسفة تكافؤ الأدلة للأسف الشديد. العلماني بتسويته بين صاحب الحق صاحب الدليل القوي وصاحب الباطل صاحب الدليل الضعيف هدم الباب وضيع صاحب الحق، ضيع حق الإسلام. وهؤلاء كذلك المنتسبون للإسلام بتسويتهم بين صاحب الدليل القوي وصاحب الدليل الضعيف هدموا الباب كذلك وضيعوا حق العقيدة الصحيحة عقيدة الصحابة والتابعين. فالأمر يا أخي كأنما تنظر إلى علمانية صغرى إن صح التعبير. هؤلاء لا يوجد عندهم مذهب حق يجب أن يعتنق ومذهب قائل بالباطل يجب أن يجتنب، هذا لا وجود له، وإن وجدت له وجودا في لسان مقالهم فلا تجد له وجودا في لسان الحال. هؤلاء المتأثرين يريدون أن ينصفوا الجميع كما يزعمون، لكن في الحقيقة هم يخترعون مذهبا جديدا لا يرضاه أحد. فلا السلفي الذي يتبع الصحابة يرضى بأن يسكت على المخالفين وترك مجادلتهم ورد باطلهم والتحذير منهم، وأيضا الجهمي الأشعري القبوري إلى آخره كذلك هؤلاء لا يرضون بهذا التميع. نعم أخي قد يزين بعض المتصدرين هذا الترك وهذا الإعراض، وربما يقولون هذا هو الإنصاف وهذا هو الاعتدال أو أن هذا الأمر هو الذي يحقق مقاصد الدين، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، لأن أهم مقاصد الدين هو استقامة العقائد، احفظ هذا جيد، والمقاصد الأخرى هذه تأتي درجة ثانية، بل حتى في مواجهة الملاحدة والزنادقة وأصحاب الأديان الأخرى فإن هذا الأبيض الناصع هو خير من يمثل الإسلام وخير من يرد على من هو خارج دائرة الإسلام. أما هذا إذا جاء يرد على الملاحدة ستكون هذه الأخطاء عنده وهذه التصورات السوداء مدخلا لنقد هذا المسلم وإضعاف الحق الآخر الأبيض الذي معه. ولذلك أخي كيف يلام من يسعى لجعل الجميع بهذا البياض؟ فضروري أن يستمر النقد الداخلي، المسلم الموحد المؤهل لا يهمل هذا بل يتحرى الصواب فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مع الاهتمام بالنقد الخارجي كذلك والرد على الملاحدة والزنادقة، ولا تعارض بين الجهدين. وكذلك كان حال السلف، وأولئك الأئمة أحرص الناس على مقاصد الدين ومصالح الأمة. بل لك أن تتخيل كيف سيصدم هذا الشاب إذا اطلع على واقع السلف، ما نظرته إلى أولئك القدوة لما يعلم أن لهم جهود في النقد الداخلي وجهود عظيمة في ذلك؟ أليس سيراهم قد أضاعوا وقتهم بهذا الجدل ما دام الأدلة متكافئة؟ أليس سيكون بود هذا الشاب أن يطمس تلك الجهود وأن يمسح تلك الأحكام التي ترتبت عليها بدعوى أنها عصبية؟ أليس كذلك؟ وربما دعا إلى حرق كتبهم وإماتة نقاشاتهم والإعراض
الماضي عن بيان الحق فيها. وهذا الأمر الكارثي يقوم على هذا الأساس، على أساس تكافؤ الأدلة، وهذه الفلسفة بأن الكل مصيب والكل مذهبه معتبر. هي ليس في هذا إماتة لضرورة إقامة الأقوال على الحجج والبراهين؟ وأنا الآن لست أتكلم لأقول لك المذهب الفلاني هو الحق، بقدر ما أحذرك أن تزهد في أصل البحث، فدائما ابحث عن الحق، دائما ابحث عن الصواب في هذه الأقوال. وأنا أعلم أن هذا المقطع ثقيل والفكرة دقيقة، ومستويات التأثر بهذه النزعة قد تخفى أحيانا وقد تظهر. هذه الفكرة، تكافؤ الأدلة سم، وكثيرا ما يأتي هذا السم مخضبا بالعسل، فالحذر الحذر يا أخي. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه الحق، وأن يلهمنا الصواب والرشد فيما اختلف فيه الناس، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الثاني، وقد وقع بين يدي مواد انتشرت مؤخرا تصلح مثالا لفلسفة تكافؤ الأدلة ونسبية الحق. أول شيء لا تحكر على المسلمين، لأنه البروتستانت والكاثوليكس عند النصارى ذبحوا في بعض لما طاح على وجههم في أوروبا، السيخ يذبحون بعضهم بعض، الهندوس برضو. ليش تحصل الأمور هذه؟ لأنه القبلية اللي موجودة عند الناس تحب أنها هي تسوي الصح والآخر قاعد يسوي خطأ، وهذه ضروري تكون موجودة عند رجال الدين ولا ما حد يسمع لهم. لأن لو جاء رجل دين وقال أنه كل الناس اللي ساكنين على الكرة الأرضية بيدخلون الجنة، ما حد بيسمع منه، ما حد يبغى يسمع الكلام هذا أصلا. لازم إحنا شعب الله المختار، وإحنا اللي معانا الحق، والآخر هذاك تعبان. عشان كذا بيتجمعون عند الناس عشان يعرفون الطريقة الصحيحة أنهم يمشون وما أدري إيش ما يتحق. الله أكبر، الله أكبر. خذ هذا مثالا حيا لمن عشعشت في ذهنه هذه الفلسفة، فلسفة تكافؤ الأدلة. انظر إليه كيف لا يتصور وجود حق وباطل بين هذه الفرق. هذا الاحتمال لا يخطر على باله، بل يفترض ابتداء أن الأسباب تعود لشهوة الشهرة، أو أن المرأة يحب أن يصف نفسه بأنه شعب الله المختار، أو أنه على الحق والغير على الباطل. هكذا يفترض هذا الصبي أن الأمر كله شهوات. والواقع الأليم أن هذا الصبي، هذا المتكلم بكل هذه الثقة، إن سألته عن اكتمال تصوره لهذه المذاهب وبما تتمسك به من أدلة، حار ولم يعرف كوعه من بوعه، لكنه طبعا يختار الأسهل حتى يطوي هذه الصفحة من حياته ولا يلتزم الحق الذي جاء به وحي السماء. هذه يا إخوة نتيجة طبيعية لمن يرخي سمعه للإعلام بمختلف صوره، الجاد منه والهزلي. أغلب ذلك يغذي هذه الفكرة، يغذي هذه العلمانية الصغرى. والله إني أخشى أن ينتهي به الحال أن يقول بتكافؤ الأدلة على مستوى الأديان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عضو في الوفد البحريني الذي جاء في زيارة للبلاد قبل عدة أيام أدى الصلاة إلى جانب المصلين اليهود. أعطنا يا رب سلامك، فقد أعطيتنا كل شيء، آمين. تهو لمدينة أور، مدينة تاريخية يعتقد أن النبي إبراهيم ولد فيها، وهناك أقام صلاة مشتركة بين الأديان. سبحان الله، سمعنا من هذه الفعاليات الشيء الكثير في السنوات الماضية. تخرج لنا نحو هذه العبادات المشتركة مرة كل شهر أو شهرين، ترى فيها اختلاط المتعبدين من أديان مختلفة، يعلو وجه كل واحد منهم الرضا والقبول عن الآخر، وكأنها كلها طرق إلى الله جل وعلا صحيحة، كأنهم أقوام يعتقدون بنسبية الحق بينهم. وهذه المرة مثل سابقاتها، دعاء مشترك، وبالأمس كانت أعياد مشتركة، وغدا قداس مشترك، وبعد غد حج مشترك، وصيام مشترك، وطواف مشترك، وبعدها ركوع وسجود مشترك. طبعا لا أدري حينئذ كيف سيتملص هؤلاء من قراءة قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن هذا سيحرج النصراني أو اليهود الذي يقف بجواره في الصلاة. والله ضلالات بعضها فوق بعض. ويكفي يا أخي أن تعلم أن الشافعي مثلا أحد أئمة السلف كان يقول كما في كتابه الأم في شأن الاستسقاء: وأكره إخراج من خالف الإسلام للاستسقاء مع المسلمين في موضع مستسقى المسلمين وغيره، وآمر بمنعهم من ذلك، فإن خرجوا متميزين على حدى لم نمنعهم ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فهكذا كان فقه المسلمين آنذاك، كانوا يفصلونهم وينفردون عنهم ولا يختلطون بهم هكذا، كانوا يقصدون إلى تمييز أصحاب الحق عن أصحاب الباطل. أما اليوم بيت إبراهيمي
وصلاة إسلامية بين جموع اليهود، ومناهج دراسية تغسل الأدمغة سنرى أثرها بعد سنوات قليلة، وتحريف لمعنى سورة الكافرون، وغير ذلك كثير. والأيام القادمة حبلى، فنسأل الله السلامة. في عنا مشكلة كبيرة في عالمنا اليوم، هناك قضية خلافية حكم الاحتفال بعيد المولد. البدعة هي الشيء الذي ليس له مثال سابق. هل الاحتفال بالمولد يجوز أم لا يجوز؟ نرجو منكم قولا فصلا. تكلم الكثير عن هذا، ولكن لعلي ألفت النظر إلى مقال لأخينا أبي عائشة نبه فيه على وجود التأثر بنسبية الحق عند البعض في موقفه من هذه المسألة وما كان من جنسها. ولا تستغرب، لا تستغرب أخي، بل حتى يا إخوة في الفقهيات وجد من يتصرف وفقا لهذه الفلسفة، فلسفة تكافؤ الأدلة. وما خبر سعد الدين الهلالي عنكم ببعيد، فالحذر الحذر. ونعم، لا شك أن بعض خلاف الفقهاء خلاف تنوع، أو يكون الخلاف قوي بحيث يتمسك كل طرف من الأطراف المتقابلة بأدلة فيها وجاهة وفيها قوة، لكن ليس عن هذا نتكلم. نزعة تكافؤ الأدلة هذه تجعل كل خلاف واسع، وتجعل هذه مقدمة مسبقة قبل النظر في درجة الخلاف وقبل مقارنة قوة الأدلة المطروحة، فهناك فرق بين الأمرين. ولذلك أنا أقول هذه الفلسفة سم، فحذاري من التأثر بها. وعلم أخي أن السداد والرشاد أن ما كان واسعا عند الصحابة والسلف الكرام كان الحق في توسيعه، وما كان ضيقا عند الصحابة والسلف الكرام كان الحق في التشديد فيه وعدم اعتبار هذا النوع من الخلاف. وهذا طبعا سواء المسألة كانت في العقيدة أو في الفقه أو في السلوك. ونسأل الله أن يعيننا على هذا الاقتداء بهم توسيعا وتسامحا وتضييقا وتشديدا. اللهم آمين. وإنما كانت سياسية، إنه مع الإنسان يولد، إنه طائر ماكو شيء، إنسان ما يولد عدواني، لا، عدوانية تجي من زراعة الشيطان، من زراعة الأشرار. ولدك عمر فاروق على سبيحنا، كل الهلا، كل الهلا بي، شرفنا بوجود. الطائفية ما بتنتهي، العنصرية ما بتنقرض، دائما بيكون في أشخاص خبيثين يحبون يتحكمون من خلالها، ودائما في أشخاص بسيطين خلت وعيهم تخليهم مندفعين معاها. لكن اللي ممكن يوقفها بالنسبة لك هو قرار. في الفرصة القادمة اللي تحصلها عشان تكون طائفي، قرر انك ما تكون. لا تسمع، اكتشف. بئس ما قيل، والله بئس ما قيل، وسأحاول ان ابقي هذه التعليقات يسيرة. تقول يا عمر قرروا ان لا تكونوا طائفيين، قرر يا عمر أن تفرق بين الخبيث والطيب، وقرر أنت أن لا تكون أداة ظلم تسوي بين الحق والباطل هكذا. نعم، وأنا أدعوك أن تطيع ربك وتبغض من عصاه وتبرأ ممن كفر به، وأن تكره وتبغض من يفتري على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسب أصحابه ليل نهار. يا عمر، بدل أن تحمد الله عز وجل على السنة، على نعمة السنة، وتسعى في إنقاذ هؤلاء، لا، أن تتسامح مع باطلهم وكأنه ليس بباطل. أنت بهذا أول من يؤذيهم ويجرم في حقهم. ثم هذه التجربة الكرتونية التي فعلتها لا وزن لها، هذه يا عمر لا وزن لها. تسألهم عن نفسك، وهل عندهم مشكلة في كون اسمك عمر؟ من أنت أصلا وما قيمتك؟ إن كنت صادقا سلهم، سلهم عما هو أشد إجراما عند أهل السنة، سلهم عن سب أبي بكر وعمر في تلك الشوارع التي تسير فيها، سلهم عن عائشة رضي الله عنها، أما تعلم أنهم يؤذونها ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ ألا تعلم أنهم يفترون على الدين ويحرفونه؟ فسلهم عن هذا إن كنت صادقا. أنت تقول لا تسمع، اكتشف. طيب طبق هذا أنت، لا تسمع أقوالهم بل اكتشف أفعالهم. جرائمهم شاهد عليهم يا رجل، لا تغرك أقوالهم، كتبهم وأعيادهم شاهد عليهم. هذا الذي تفعله سخيف وضحك على الذخون لا أكثر. وقد أشار الأخ الفاضل سعدون إلى هذا المعنى حين علق على مقطعك الكرتوني هذا، وقال لك ما معناه؟ جرب وانزل في شوارع يهود في فلسطين واسألهم حاملا الكاميرا في وجوههم، أنا اسمي محمد المسلم، فهل أنا مرحب به؟ منظر كيف سيقولون لك على العين والرأس، أهلا وسهلا، يا هلا وكل الهلا. فكان ماذا؟ بالله كان ماذا؟ هل هذا يغير شيئا من الواقع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي نراه ونسمعه شيء عجب، شيء عجب والله.
اعلم أخي أن هذه الفلسفة أداة، وقد تختلف مقاصد من يستعملها في تبرير موقفه. فمنهم الجاهل الذي لا يعرف أصلا وجود مذهب قوي يجب أن ينتصر له، ولأجل جهله هذا يتبنى هذه الفلسفة وينطلق منها لا لشيء، ولكن لأنه لا يرى أمامه إلا كل نطيحة ومتردية من المذاهب. وبعض من يستعمل هذه الفلسفة هو يحتال، يعني يستعمل هذه الأداة في إضعاف أهل الحق في موطن قوتهم، وهو الدليل الراجح الذي تمسكوا به، فيحاول نشر هذه النزعة ليتساوى معهم ويستر عيبه وضعف دليله. فهذا فعل من يحتال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غفر الله لي ولكم، وزادنا الله جل وعلا فقها وعلما، وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاطع سيكون من قسمين، الأول لفتة وفائدة عقدية، الثاني سيكون شبيها بسلسلة أسكت ونسكت، سأتناول فيه تعليقاتكم أو ما ترسلونه أو ما يروج عموما على